السلام عليكم اخواني اخواتي، تحياتي لكم في هذا الفيديو جديد وفي هذا البلوك جديد. ان شاء الله سوف اقوم بمشيئة الله بتنظيف الحديقة وجمع اوراق بصفة عامة. حطوا لايك، تعليق زوين وغادي نجمعوا. انا استعدت كما تشوفوا عندي الادوات، وهكذا اخواني اخواتي سوف اقوم بماذا؟ بالاعمال اليدويه وامطار الخير. هذا واحد ليبات طوالين، ليبات طوالين زوينين هكا كما كتشوفوا اخواني اخواتي. ليتس جو الى العمل. السلام عليكم اخواني اخواتي، سوف اقوم بتنظيف هذا المكان. لدي المعول، هنا بعض الفواكه المنزلية، هذا المزاح، فاكهة المزاح. لدي هنا المرمرية او السالمية، هنا مخنزة مزيانة الراس. عندي ازير هنايا رائحته كنديرو في اللحم. هنا كما تلاحظون، ازير بصراحة رائحة ديالو جميلة جدا حينما نقوم بدعكها هكذا، فهي رائحة جميلة. هذه البطاطا يعني نمت لي وحدها، لا ادري كيف. هنا بعض الحوامض، شجرة الحامض. سوف اقوم بجمع كل هذا المكان، وسوف اقوم بتحويض هذا المكان ان شاء الله. احب العمل في الطبيعه، يعني في المنزل، حديقه المنزل بطبيعه الحال. كما تلاحظون الجو ملبد بالغيوم، ولكن جميل. هذه مختلف في حديقه المنزل، مختلف الاشجار والفواكه. اذا هيا للعمل وكفاني حديدا كثيرا. يلا الى العمل ان شاء الله. اه
كما تلاحظون قمت بجمع الورق. هنا هذه بطاطا على ما أظن، سوف أضعها، سوف أتركها هنا. الليمون، لدي هذه الملاسة، كما تلاحظون ها هي بطاطا، هذه بطاطا واحدة. محصول البطاطا في الحديقة ما شاء الله. سوف أقوم بجمع، سوف أترك هذه البطاطا هنا. ولدي بطاطا هنا، بطاطا سوف أقوم بجمع الأوراق أولا، ومن ثم بتحويد الشجر، وهكذا سوف أنتقل إلى الجهة الأخرى. وهكذا إخواني أخواتي سوف أقوم بجمع هذه الأوراق في غطاء بلاستيكي أو خنشة ونكمل العمل ديالي. بصراحة الهواء نقي وجميل جدا جدا. تحياتي كل إخوان أخواتي من فلسطين، مصر، العراق، تونس، المغرب، خارج المغرب. حطوا لايك، شاركوا في القناة، وكتعجبني الاشتغال في حديقتنا ديال المنزل، شيء جميل. سوف أقوم بجمع هذه الأوراق وأقوم بتحويد هذا المكان كامل بدون استثناء. يلا إلى العمل، نشوف كمل العمل ديالنا. الأمر خدا مني واحد تقريبا 45 دقيقة. الجو جميل، الجو رائع. سوف أضغط على الكاميرا. كما تلاحظون السماء ملبدة بالغيوم وأمطار الخير، كانت هناك أمطار كثيرة ما شاء الله. الجو جميل، يعني يعتبر جميل، يعني ليس هناك أمطار، ولكن هناك حالة من الأمطار. هيا لأكمل العمل. انظروا يا لجمال هذه الورود، مثل جمالكم أنتم أحلى متابعين، يعني ورود جميلة جدا. يا سلام، إلى العمل. إنه عمل جميل.
Yes. المنتخب المغربي يتعادل مع منتخب كرواتيا. الآن سوف أقوم بعمل هكذا. بطاطا أخرى، إنها بطاطا. هكذا قمنا بتنظيف الحديقة. سوف أتمم العمل إن شاء الله. لا تنسى اللايك وبترك تعليق جميل مثلكم إخوان أخواتي، وأنا سوف أقوم باستكمال التنظيف
هذا الفأس، إنه الفأس. هكا حديقة جميلة، يا سلام. اليدين متسخان وكليهم. تحياتي لكم، سوف أكمل العمل إن شاء الله.